اوكي عندي سلطه جبنه البراتا. هلا ما استعملنا البراتا، احنا استعملنا البوفالو موتزاريلا، جبنه البوفالو، زيت الكمام، ملح البحر، فلفل حلو اصفر، بندوره كرزيه، ريحان وزيت زيتون. اوكي يا قلبي، الفرق بين البوراتا، لانه صراحه لفيت الثلاث محلات المعروفين لانه وقته هلا شكله كل المطاعم حاجزين ومخلصين ماخذينهم كلهم، فانا رحت اخذت البديل تبعها، مش نفس الاشي بس بنفع. اوكي هلا هلا ايش الفرق بين البوراتا والبافلو؟ انه بالنص البوراتا هي موتزاريلا. اوكي تجيبي مي سخنه، بتمسكي الموتزاريلا بتحطيها جواتها وبتبلشي تمطي زي ما طلع معنا، زي ما حضرنا بالفيديو. بالفيديو ال شو اسمها، طلعي هون، مش كريميه، جبنه. جبنه عاديه عاديه. اوكي تمام، هيها من هون هيك. اوكي فريش موتزاريلا انا بقولها. ال هاي بوفالو، في موتزاريلا عاديه، في الميني البيرز اللي اكلتها مره عندك زاكين كثير. عرفتيها؟ يس. ثانك يو. اعطيني الصحن يا عمري. هلا هاي هاي التشيزز هدول يامي، حطها هيك. اوكي اذا البوراتا ايش ماله؟ ماله هو جوعان اليوم. مين 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 موجعه اليوم؟ معلش سامحيه سامحيه. حاضر عشانك يا قلبي. اوكي عندي هاي هاي الفلفل الحلو الاصفر، وبدي احط البندوره القرزيه. نجود يعني انا صح فهمت انه البوراتا بتكون كريمي اكثر من جوا؟ يس. اوكي 100% انت حكيت كلام سليم. تمام راح اخذ كم من وحده ريحان، اخذ وراء كبيره عشان نقطعهم ونحطهم جوا الصالد. وانا بدي وحده للموتزاريلا تبعي. يلا خذي هي هيك وبلفها هيك، امسك السكينه. اوكي بدك يعني شرحات البيزل؟ لا هاي السالد. تمام هلا بمسك بحطها هيك، زيت زيتون يا عمري. واو واو واو، ما حطيتي لنا ترفل اويل على الريزوتو معك اياه؟ هيو ما نسيته، خليت ماما تجيب لي اياه. هيو هيو هلا بدي نتفت ملح. اعطيني يا عمري ملح وفلفل. اوكي الملح لو سمحتي. روعة. قديه جد المقادير كثير بسيطة بس الطعمة والفريشنس، هن التليان معروفين قديه كل الانجريدينتس تبعتهم فريش، فانت بتذوقي جد طعم البندورة الفريش. يس. الريحان الفريش. يس. فهذا هو سر اكلهم الزاكي. هلا اخر شيء بدنا نعمله، بدك ملح؟ الملح هون لا، هلا بدي احط نتفة زيت زيتون هيك وامسك الترافل اويل نقوطة عشان ما نعكرش الدنيا. رح تحطي لنا ترافل اويل هون؟ هيك. يامي يامي يامي. شايفة أنا بإيش بحط فيه؟ مش بالمعلقة الكبيرة، بطرفها. أوكي. طب اللي حابب يشتري الترافل اويل بلاقيه موجود؟ موجود. أوكي. يبعت لي وأنا بحكي له من وين بجيبه. وآخر إشي غالي طبعاً، أكيد غالي. أكيد. لأنه مش من هون، مش مستورد. وهي هذا آخر صحن طلعنا. روعة. كيف الوضع؟ جد إيش بيعجبني إنه بطلع الصحن زي لكنه طالع من مطعم. أوكي